هيا بنات، هيشان الشعر وجفاف الشعر. جات لي اسئله من بنات كتير جدا بيشتكوا من موضوع الهيشان والجفاف، ودايما بيدوروا على منتج للتسريح اليومي يقضي على مشكله الهيشان دي، وكمان ما ينشفش الشعر. لان المشكله احنا لما بنغسل شعرنا اول مره ونرطبه بالكريم او السيروم او الزيت بتاعنا، بيبقى شعرنا طري وناعم وجميل. اول ما يبدا الشعر ينشف تبدا بقى تظهر مشكله الهيشان دي. وفي كل الاسئله اللي بتجيلي دايما كنت برد على البنات وبقول لهم ان السر في الهيشان ومفتاح الهيشان هو الترطيب، عشان ما نسيبش الشعر ينشف. اول ما الشعر بينشف بيبدا مشكله الهيشان على طول، عشان مشكله الشحنات اللي بتبقى موجوده ما بين الشعيرات وبعضها. الحاجه الوحيده اللي تحمي من الشحنات دي ان يبقى في طبقه مغلفه الشعرايه. النهارده بقى جايبه لكم الحل لمشكله الهيشان والتطاير ده. منتج جميل جدا انا جربته بنفسي وعجبني جدا للتسريح اليومي، هيقضي على مشكلة الهيشان وهيحللك مشكلة الجفاف، وكمان سعره معقول في متناول ايدينا كلنا. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا معايا ايه هو المنتج الخطير ده اللي انا اكتشفته بالصدفة وعجبني جدا جدا جدا. بس قبل ما نكمل الفيديو مع بعض، ما تنسوش لايك للفيديو ده وشير للفيديو مع كل اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس وتتأكدوا انها على كلمة الكل، عشان يوصل لكم كل التنبيهات اول ما انزل فيديو جديد. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل وعناية بالبشرة والشعر. لما البنات كانوا بيسألوني على مشكلة الهيشان، عاوزين حاجة نرطب بيها الشعر يا دكتور، عاوزين حاجة للتسريح اليومي، الكريم مش بيعمل حاجة مع الشعر الجاف، وبديل الزيت برضو ما ينفعش خالص مع الشعر الجاف، الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي الزيت او السيروم. وطبعا الزيت ما ينفعش ابدا ابدا للاستعمال اليومي، لانه هيكتم فروة الراس ويسبب لي قشرة ودهون زيادة. فكان الحل والنصيحة مني دايما اقول لهم الشعر الجاف محتاج دايما ترطيب يومي بسيرم، احسن حل هو السيرم. بس للأسف سعر السيرمات مش في متناول ايدينا كلنا، والسيرم اللي تلاقيه كويس وخالي من السيليكون عشان ما يضعف ليش الشعرية بيكون سعره غالي جدا. طيب نعمل ايه يا دكتور؟ المنتج اللي هتكلم عليه النهاردة منتج حلو قوي، ينفع للتسريح اليومي ليكي ولبنوتك الصغيرة بس فوق 10 سنين. للبنات او الاولاد من فوق سن 10 سنين المنتج ده هينفع لكم انتوا الاثنين. بجد انا لما جربته عجبني جدا، ينفع للشعر الجاف والشعر العادي والشعر الدهني كمان، لان منه نوعين، واحد للشعر الجاف وواحد للشعر الدهني او الشعر العادي، هتقدري تسرحي بيه شعرك يوميا. وهو ده المنتج بقى يا بنات. المنتج ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ المنتج ده عبارة عن سبراي بخاخة زيت الزيتون. يعني ايه برضو مش فاهمين ازاي زيت وبخاخة؟ ده عبارة عن زيت زيتون وحبة زيوت ملطفة ومرطبة للشعر، مضغوطين في شكل سبراي، سبراي تلميع وتسريح يومي للشعر. ده انا بصراحة عرفته، كنت بقص شعر اولادي وعرفت المنتج ده، لقيته بيحطه الكوفير بيحطه على شعر اولادي، فانا قررت ان انا اخده الاول واعمل له تيست الاول واجربه. فلفيت عليه لحد ما جبته بصراحة واستعملته يوميا، فرق معايا جدا. انا شعري جاف شوية ففرق معايا جدا. اولا المنتج ده زيت زيتون، كلنا عارفين فوائد زيت الزيتون. ثانيا هو مش في شكل زيت تقيل يكتم الشعرايه ويكتم الفروه، هو عشان مضغوط ومخففينه في شويه زيوت تانية، لانولين وبرافين وشويه زيوت تانية، فهو خفيف خالص. انت بتغسلي شعرك عادي وبترشي منه وبتبداي تسرحي شعرك، بتلاقي شعرك ملمس الشعرايه طري وبيلمع، وفي نفس الوقت مش اويلي، يعني تحطي ايدك كده ما تحسيش ان انت حاطه زيت، فهو بجد جميل جدا جدا، ما تحسيش ان انت حاطه زيت. وتقدري بقى كل يوم تستخدميه عادي،
يعني احنا اول يوم مثلا غسيل للشعر بيبقى شعرنا مترطب تمام، طب تاني يوم تالت يوم بيبدأ بقى الزيوت دي تنشف من الشعر ويبدأ الجفاف بقى والهيشان كله يبان. طب احنا نعمل ايه؟ طبعا انا بنصح بالسيرم ولسه بتكلم ان السيرم تحفة. طيب احنا عاوزين حل يا دكتور بس بديل شوية للسيرم، هو ده ممكن ترشيه على شعرك كل يوم، كل ما تحسي ان شعرك نشف تقدري ترشي منه بخات صغيرة كده على الشعر وتسرحي شعرك، هتلاقي شعرك مترطب وبيلمع وريحته تحفة، لان هو عامل زي السبريهات المعطرة للشعر. فانا شايفة ان الحل ده حل مثالي لكل البنات اللي شعرها جاف، اللي بتعاني من مشكلة الهيشان ومش لاقية لها حل، وعاوزة منتج تسرح بيه كل يوم من غير ما تتكلف فلوس السيرم ولا الزيت اللي يكتم الشعراية، والكريم وبديل الزيت خفاف جدا على الشعر الجاف وما ينفعلوش. فالمنتج ده بتاع شركة دابر، عارفين شركة دابر بتاعت زيت دابر أملة، فهي شركة دابر هي اللي عاملة المنتج ده اللي بزيت الزيتون ده للشعر الجاف. في منه منتج تاني بزيت الأرجان، أنا هوريهولكم، أنا جبت الاتنين عشان أجربهم. زيت الأرجان خفيف شوية فينفع للشعر الدهني والعادي، وده شكل السبراي اللي بزيت الارجان، انا جبت الاثنين عشان اجربهم واقول رايي فيهم. هما الاثنين تحفه وعجبوني جدا جدا. يعني زيت الارجان لقيته حلو على شعر اولادي، وزيت الزيتون ده كان حلو ليا انا، ده نفعني قوي. زيت الارجان للشعر الدهني والشعر العادي. الشعر الدهني برضو بتقابله مشكله ان هما ما يقدروش برضو يحطوا زيوت على شعرهم، بيبقوا معتمدين بس على الدهون اللي بتتفرز من فروة الراس لان عندهم الدهون دي زيادة. طيب برضو هما محتاجين يغلفوا الشعراية برضو بحاجة خفيفة، لان برضو لو سبت الشعراية كده ايام كتير برضو بتنشف وتتقصف على الرغم ان هو دهني. فالسبراي ده حل للشعر الدهني والشعر العادي، ده يا بنات للتسريح اليومي تقدري تحطي منه كل يوم، وتقدري مثلا في يوم اللي بتغسلي بيه شعرك بالشامبو تحطي بقى الزيت العادي بتاعك، الكريم بتاعك، بديل الزيت، السيرم، اي حاجة انت بتحطيها، وتكملي باقي الاسبوع بالسبراي ده. ده بتاع برضو شركة دابر، هما الاثنين نفسه سعره في متناول الايد، سعره جميل جدا جدا مش غالي بالمقارنة بالحاجات التانية. يعني سعر زيت الزيتون ده ب45 والارجان ب55. انا جايباه من عند حد انا عارفاه وواثقه فيه جدا بتاع مستحضرات تجميل، بس انا عارفه انه بيجيب الحاجات الكويسه مش الحاجات المضروبه من الاخر، وموجود برضو في الصيدليات، انا شفته في كذا صيدليه، فممكن تسالوا عليه. هو بتاع شركه دابر واسمه او ار اس، اسم السبراي او ار اس. تاني هقول لكم يا بنات المنتج ده جميل قوي ليكي والبنوتك الصغيره لفوق سن 10 سنين، تقدري تسرحي بيه شعرها يوميا عشان الهيشان، هتلاقي الشعريه بتلمع وطريه معاكي ومترطبه. هو منتج جميل وانا جربته جميل جدا، بس طبعا يا بنات لازم انبه ان اي حاجه من مستحضرات الشعر موجوده في صوره غاز او موجوده في صوره سبراي لازم تبقى برضو استخدامها في حدود. انا قلت للاستخدام اليومي مفيش اي مشكله فيه، بس كميه بسيطه جدا، ونحاول نبعده عن العين وعن الانف، رشه بسيطه جدا على الشعر من ورا، ونحاول انه ما يطرش حوالينا على الشعر والانف، لان اي حاجه برضو موجوده في شكل سبراي بيبقى فيها غازات مضغوطه ممكن تاثر على العين وعلى الجهاز التنفسي. المنتج حلو وعجبني وكل حاجه، وانا قريت الانجريدينتس اللي فيه او المكونات اللي فيه، بس لازم انبه ان استخدامه يكون بحذر شديد خصوصا للاطفال، عشان كده انا قلت ما ينفعش للاطفال اقل من سن 10 سنين، فوق 10 سنين ممكن استخدمه وابعده عن الوش خالص، كمية بسيطة جدا، والرش يكون من قريب مش من بعيد. وبرضو عليكي انت كمان استخدام كمية خفيفة جدا منه، يدوب بس تطري الشعرية بتاعتنا، ونبعد برضو عن الوش وعن الانف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا بنات، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو ده وشير للفيديو مع كل اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم تنبيه كل ما اعمل فيديو جديد.